بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان، في هذا الانطلاق المميز أيضا شوط الجعد أبكار غدا أيضا مضى وحصل عليه الدحاني وبقيادة المهندس وحصل على السيارة. شوط الجعدان لا يقل أهمية عن أشواطنا الذي مضت، وهذا الشوط عبارة عن سيارة زايد مادة الزعفران التراثية. تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد والنجاح في هذا الشوط وفي هذا المهرجان وفي هذا الكرنفال التراثي الجميل. مباشرة مع المركز الأول الباز ياسر بن حمد الوهيبي، مع المركز الأول المنطلق نحو الصدارة. المركز الثاني أيضا هنا مبهر، حمد بن سليم الوهيبي على المركز الثاني. المركز الثالث نبراس حمد بن علي الوهيبي على المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الآخر اللي تدخل في هذه اللحظات واللي تقدم هناك الدرع علي بن سعيد المالكي من غير مع المركز الأول سريع الدخول على خامس المراكز جلمود السهل بن علي الوهيبي. هذا النداء الخمسة المراكز الأولى اللي بهنزان اللقاء، روح يلي بيروح مع المركز الأول، روح مع سيارة الشوط، مع السيارة رصدت سيارة فاخرة جميلة مميزة الذي قدم لنا شيخ الكرم في صباح هذا اليوم ضمن هذا الكرنفال والعرس التراثي الجميل. روح يا المالكي مع المركز الأول يا أبو سعيد، ما وصيك نحو المركز الأول، روح مع المركز الأول نحو صدارة هذا الشوط. الدرع 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 مع المركز الأول. المركز الثاني ووصل الباز ياسر بن حمد الوهيبي، الوصول مع المركز الثالث جلمود القادم في هذه اللحظات. جلمود على المركز الثاني، السهيل بن علي الوهيبي راعي تسعيد على المركز الثالث أو المركز الرابع. الوصول هناك بالقادم الشميمي سعيد بن حمد الوهيبي، لكن هناك راعي تسعيد مع المركز الأول. انطلق نحو الصدارة، نحو صدارة هذا الشوط، نحو المركز الأول. أهالي ساحل المطار، أهالي ساحل المطار يبحثون على الانتصار، دائما متواجدين مع أشواط السيارات وأشواط الرموز. السهيل بن علي الوهيبي من يقدم لنا جلمود، جلمود نحو المركز الأول، نحو السيارات يعود صاحب الإنجازات الجميلة، صاحب الإنجازات المثيرة. انتزع الشوط الأول، تهانينا والناموس للسهيل بن علي الوهيبي منتزعا سيارة الشوط الأول الجعدان. المركز الثاني الشميمي سعيد بن حمد الوهيبي، المركز الثالث أيضا هناك الدرع علي بن سعيد المالكي. هذه النتيجة، توقيتنا الزمن دقيقتين 47، 66 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.